سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة والأخيرة لهذا اليوم، نستهلها كالمعتاد بأبرز وأهم العناوين. تخصيص خطبة صلاة الجمعة لنصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل المرجلي. الصحة العالمية تدعو إلى ضمان الوصول الآمن والعاجل للإغاثة بالحجم الملائم للاحتياجات في غزة. تلكم كانت مقدمة النشرة، وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي. أهلا بكم. الرئيس جيلي يؤدي صلاة الجمعة المخصصة لدعم وإغاثة سكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية جيبوتي للأشقاء الفلسطينيين. خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في كافة المساجد للحث على المشاركة المكثفة في الحملة الوطنية لإغاثة سكان قطاع غزة. هذا وأدى فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل المرجلي اليوم صلاة الجمعة مع جموع المصلين، والتي أقيمت في مسجد أم السلمة الكبير، والتي خصصت لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني وذلك الذي تعرض غارات الاحتلال الإسرائيلي. نتابع. كانوا من هبة تنور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السرور في قلبه وفرح استنار وجهه كأنه فيضة من قمر، قطعة من قمر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح. نعم أيها الإخوة الكرام، إننا هذه الأيام نعاني معاناة شديدة، معاناة أيها الإخوة في قلوبنا وفي أنفسنا، حزنا وكمدا وضيقا وضيق صدورنا مما يجري لإخواننا المظلومين في أرض فلسطين. الله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وحث خطيب مسجد أم السلامة الشيخ عبد الرحمن الشافعي في خطبة الجمعة المصلين على الإسهام بفعالية في دعم ومساندة الأهالي في قطاع غزة المعرضين للقتل منذ ما يقرب من شهرين بسبب الغارات البرية والجوية والبحرية التي تشنها القوات الإسرائيلية. كما دعا المصلين والمواطنين بشكل عام إلى التوجه إلى الله تعالى بالدعاء لمساعدة إخواننا في فلسطين الذين يعيشون في هذه الأيام في محنة صعبة للغاية. وكانت خطبة صلاة الجمعة اليوم قد خصصت لدعم وإغاثة سكان وأهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وكما شكلت فرصة لتنفيذ واتباع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل المرجلي للشعب الجيبوتي بتقديم الدعم المالي المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق. كما كانت صلاة الجمعة لحظة التذكير بقيم التضامن مع شعب فلسطين الشقيق الذي يعد ضحايا العنف الهمجي الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ ما يقرب من شهر. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي كانت قد أعلنت من 7 أكتوبر الماضي إدانتها الشديدة للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة واستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإرغام جيش الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن تأييدها لمبادرة جمهورية جنوب إفريقيا لإنشاء قوة أممية لحماية المدنيين في قطاع غزة. في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية جيبوتي للأشقاء الفلسطينيين، خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في كافة المساجد للحث على المشاركة المكثفة في الحملة الوطنية للإغاثة أو لإغاثة سكان قطاع غزة. وفي هذا السدد حث الشيخ الدكتور عبد الرزاق حسين المصلين على الإسهام بفعالية في دعم ومساندة الأهالي في قطاع غزة. نتابع. ها هي قوى الكفر تتنادى بتدمير هذه المدينة وتقتيلهم وتشريدهم بل وتهجيرهم. 27 يوما مضت في هذا القصف العشوائي المستمر إلى هذه الساعة. الدعاء أيها الأحبة سلاح عظيم يستدفع به البلاء،
يرد به سوء القضاء، فقد جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. لو لم يكن في الدعاء لإخواننا في فلسطين إلا الشعور بالجسد الواحد والأمة الواحدة لكفى. أيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود، اللهم فإنهم لا يعجزونك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. آيات كي وآخرنا يا شيخ خطيب كود أركيسين وذجركو رنتي آد وقهد لي يد الله. هذا هو دعاء الشيخ كي إنياوي المصلين بشكل عام إلى التوجه تعالى بالدعاء لمساعدة إخواننا في فلسطين الذين يعيشون هذه الأيام في محنة صعبة للغاية، وذلك باللغة الصومالية. نتابع. صدى هناك لتهيين وتلالية كلاً ومدحوينها مدن إسماعيل عمر قيل وكوكبنا قصر الأمة كلمة داد إيسو جيدتي وحي أهي isagoo ah hoggaamiye muslim ah kelmad uu si bareer ah u jeediyay anigoo ogsoon inay wada fadhiyeen qunsulo, inay wada fadhiyeen cadaankii, inay wada fadhiyeen dadka maanta isu baahaysanaya Falastiin, ayuu si kulul oo qurux badan oo geesinimo ah isagoo weliba uu madaxiisa sarreeyo uu ku yiri Falastiin way guuleysanaysaa. waa kelmad cajiib ah. way guuleysanaysaa, marna barheer Falastiin rukuuci mayaan, cadowgooda daalimiinta ah u rukuuci mayaan. kelmad aad u ahwa, waa kelmad xoog leh. waxaa kaloo ay soo xusuusinaysaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya isagana inuu kelmaddaas mid la mid ah uu yiri, oo uu yiri Gaza iyo Hamas marnaba irhaabiyiin ma aha, waa xornimo doon. waa kelmad looga baahan yahay hoggaamiyaalka Islaamka ah. meesha halka kale ay leeyihiin waa in la cambaareeyo, ayay diideen ummadooda xornimo doonka ah, shacabkooda dhiiggooda uu ku daadanayo difaaca dalkooda, difaacaya shacabkooda, hooyooyinkooda, caruurtooda, in ay ku dhawaaqaan oo ay dhahaan irhaabiyiin maaha, argagixyaal maaha, waa xornimo doon in la yiraahdo. waa hadal aad iyo aad u qiimi badan. ilaahay waxaan ka baryayaa, allaha barakeeyo, ilaahay madaxdiina ha inoo dhowro, xaqana allaha ku duwo. geesinimadaas waana u baahannahay meel walba inay la istaagaane, kuwii walaalahood caawiyan allaha ka yeelo. ونبقى في شأن ذاته، ولكن هذه المرة نتوجه إلى مسجد الدوحة الكائن في الحي السابع، حيث كان الجميع كالمعتاد على موعد مع صلاة الجمعة وعلى غرار مجمل مساجد العاصمة والمناطق الداخلية هيمنة دعم ومساندة الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة على موضوع خطبة الجمعة. وشدد خطيب مسجد الدوحة الشيخ عوالي طاهر جامع على ضرورة الوقوف إلى جانب هؤلاء الأشقاء. نتابع. ما يحدث في هذه البقعة المباركة من تدنيس وقص
يذوب قلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ما يحدث في هذه البقعة الطاهرة من تدمير مستمر وقتل جماعي وقصف بلا رحمة، يذوب قلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ونظرا لأهمية تقديم الدعم والتضامن لأشقائنا في فلسطين، وبناء على توجيهات فخامة الرئيس الجمهورية يحفظه الله ورعاه، ندعو كل مسلم ينوي التبرع والتصدق لإخواننا وأشقائنا المظلومين المجروحين في غزة أن يتوجهوا إلى أي بنك محلي والتبرع بما يستطيعونه. اللهم يسد أزرهم، اللهم ارض على قلوبهم، اللهم انشر السكينة عليهم، اللهم أنزل عليهم ضيفا وسلاما وأمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم واوسع ريانهم. اللهم ارحم أمهات الثكالى والأرامل يا رب العالمين. وفي بلدية بلبلاد ذات كثافة سكانية المرتفعة، توجه المئات من المصلين إلى مسجد عائشة لأداء صلاة الجمعة. أو قبل ذلك نتابع انطباعات المصلين في هذا المسجد، مسجد دوحة. نتابع. موقف حكومتنا هو موقف جيد جدا، هو موقف مشرف، وكل الحكومات الإسلامية نريد أن تأخذ خطوة جيبوتي، وقضية فلسطين تحتاج منا أكثر من هذا. نعود إلى بلدية بلبلة ذات كثافة سكانية المرتفعة، توجه المئات من المصلين إلى مسجد عائشة لأداء صلاة الجمعة التي تعتبر بمثابة منصة أو منبر إعلامي مهم لتناول الموضوعات المختلفة التي تهتم بقضايا الشؤون وشؤون المسلمين في شتى أنحاء العالم. وعملا بالتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية عزيز معالي عمر جيلي، تركزت خطب الجمعة حول نصرة الشعب الفلسطيني. تابع. وانطلاقا من ذلك، شدد خطيب مسجد عائشة على ضرورة الوقوف إلى جانب هؤلاء الأشقاء الفلسطينيين من خلال الدعاء، فضلا عن تقديم الدعم المالي لهم عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك. وكان اليوم مخصصا لدعم وإغاثة سكان قطاع غزة خلال الخطب الجمعة، ودعا المصلين والمواطنين بشكل عام للتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لمساعدة إخواننا في فلسطين الذين يعيشون في هذه الأيام في محنة صعبة للغاية. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيتروس أدهانوم عن القلق البالغ بشأن توقف عمل 14 مستشفى ومركزين متخصصين في غزة بسبب نقص الوقود والأضرار التي لحقت بهم، بالإضافة إلى الهجمات وانعدام الأمن. وقال الدكتور تيدروس إن المستشفيات التي ما زالت تعمل في غزة مكتظة بالمرضى والجرحى وتقوم بعلاج عدد يزيد بنسبة 40% عن قدرتها الاستيعابية، ودعا إلى ضمان الوصول العاجل والدائم للإغاثة الإنسانية بالحجم الملائم للاحتياجات. وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدعوة لحماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية. ودعا الدكتور ريتشارد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والإمدادات الطبية بصورة عاجلة إلى قطاع غزة في جميع أنحاء القطاع. وتعمل المنظمة مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الصحية الأكثر إلحاحا بما في ذلك من خلال توفير الإمدادات الطبية المنقذة للحياة. وقال إن فريق منظمة الصحة العالمية في غزة يعمل في خضم كل الصعوبات، وأضاف قائلا يعمل الفريق رغم كل الصعاب والمخاطر التي تهدد أمنهم في سبيل إيصال إمدادات طبية منقذة للحياة إلى المستشفيات.
وزارة الصحة تجري تقييما للنشاط الممول من قبل التحالف الدولي للقاحات بغية تعزيز أنشطة التطعيمات. عقدت وزارة الصحة اجتماعا مكرسا لتقييم أنشطة التطعيم الممولة من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصينات، وذلك خلال برنامج التطعيم الموسع. وترأس هذا الحدث معالي وزير الصحة دكتور أحمد رابل عبد الله بهدف إجراء دراسة حول تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتعزيز النظام الصحي وبرامج التطعيم. تم عرض نتائج التقييم خلال اجتماع لجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بالتطعيمات ووزارة الصحة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة السيد محمد علي محمد وممثل منظمة الصحة العالمية ونائبه ومدير ورؤساء البرامج في وزارة الصحة ومثل وزارات التعليم والميزانية والاتصالات، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني. وفي نهاية المناقشات تمت التوصية بتحسين الوظيفة العامة لبرنامج التطعيم. تنظيم حفل اختتام ورشة عمل لإطلاق أنشطة تطوير خطة الاستعدادات الجارية لحالات الأزمات الغذائية. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن يومي الأربعاء والخميس حفلا مكرسا لإطلاق أنشطة تطوير خطة الاستعداد للأزمات الغذائية. وكان الهدف من هذه الورشة التوصل والتعرف على الأزمات الغذائية وسبل الإبلاغ عنها وتحديد الخطوات التشغيلية والمالية لتعزيز التخطيط المنسق والمسبق لتنفيذ هذه الخطة المتعلقة بمواجهة الأزمات الغذائية. وتشكل هذه الخطوة في جوهرها جزءا من مشروع الأمن الغذائي الطارئ، حيث تسعى إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إعداد استجابة قوية للأزمات الغذائية المحتملة. وقد تم تنظيم هذه الورشة بفضل مشاركة الإدارات المعنية في هذا المجال. وتم خلال اليومين الذين استمرت فيهما الورشة تبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات والمناقشات حول الممارسات الكفيلة في مجال الاستعداد التام لأزمات الأمن الغذائي، وذلك انطلاقا من إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة. يعد الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة يجب على الجميع العمل يدا بيد بتنفيذ حلول مستدامة. تعد خطة الاستعداد لأزمة الأمن الغذائي نتيجة للتعاون المكثف بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية، كما يهدف إلى تعزيز القدرات على الاستجابة وتقليل تأثير الأزمات. وفي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ولوفة إسماعيل عبدو ألقت كلمة ضافية في هذه المناسبة، أشارت إلى أن دائرتها الوزارية بذلت جهودا جبارة من أجل الدعم وتعزيز الأمن الغذائي. وقالت كما تعلمون شهدت بلادنا في العقود الأخيرة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية متعددة الأحجام والتي أثرت باقتصادنا وتضرر فيها المواطنون خاصة الفئات الأكثر احتياجا، الأمر الذي أدى إلى إلغاء التقدمات الرئيسية التي أنجزت في مجال التنمية والتعزيز الرأس المال البشري. ولمواجهة هذا الوضع الصعب اتخذ فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي إجراءات ملموسة وأنشطة في مجال مكافحة في مجال الطاقة، وذلك من أجل الحد من البطالة. وقد بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن منذ إنشائها جهودا جبارة من أجل دعم وتعزيز الأمن الغذائي للشرائح الأكثر تضررا خاصة في المناطق الداخلية، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الإضافية أمثال التحول النقدي وتوزيع المعاني الغذائية وتوفير المياه والكهرباء وتعزيز الوسائل الإنتاجية. وخلال هذا العام استلم أكثر من 42,700 بيت، أي حوالي 239,000 شخصا، من التحويلات النقدية في مجمل الأراضي الوطنية. كل هذه الأنشطة تدل على التزامنا الكامل لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي. في إطار زيارة عمله إلى نيو دلهي العاصمة الهندية وعلى هامش الدورة السادسة للجمعية الدولية للطاقة الذرية، شارك وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي كيدي في أعمال مؤتمر رفيع المستوى مخصص للتقنيات الجديدة للتحول إلى الطاقة النظيفة بتنفيذ من التحالف الدولي للطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الطاقة المتجددة الهندية والجمعية الدولية للطاقة الشمسية. وكان هدف هذا الاجتماع الذي شاركه وفود وزارية من الدول الأعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية وصناع القرار، كان هدفه ترجمة الأقوال إلى أفعال لصالح النشر المتصارع للطاقة
الشمسية. الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة تنظم أمسية ثقافية وموسيقية في المسرح الوطني سالين. نظمت الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة أمسية ثقافية وموسيقية وذلك في مسرح سالين الوطني المخصص لعرض المسرحيات. نتابع. تنظيم حفل اختتام دورة تدريبية لصالح مدربي فرق تنس الطاولة من المستوى الأول. برعاية أمانة الدولة المكلفة بالرياضة اختتم الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة فعاليات دورة تدريبية لصالح مدربي فرق تنس الطاولة من المستوى الأول. وحصل 17 مدربا من أصل 22 مدربا مشاركا حصلوا على ترقية في هذه الدورة بكل جدية وجدارة. أصبح هذا المشروع التدريبي الرياضي محققا بفضل دعم أمانة الدولة المكلفة بالرياضة حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة لوضع المستفيدين في أفضل الظروف وضمان تجهيز قاعة الاجتماعات بالنظام الصوتي ومعدات متطورة. تم إجراء هذه الدورة التدريبية في ظروف مواتية للمشاركة مع قاعة مؤتمرات مريحة وبيئة عمل مناسبة. لقد سمحت هذه الدورة الاتحاد الجيبوتي لتنس الطاولة بإنجاز والانضمام إلى البلدان ذات المستوى العالي في التصنيف، وشكر المستفيدون كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاح هذه الدورة التدريبية للتنس الطاولة. إلى محافظة علي صبيح، حيث في إطار برنامج ناسوك أو باسوك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والسلطة المعنية أمثال وزارة المالية، نظمت الكنيسة البروتستانتية في جيبوتي بالتعاون مع جمعية سنة الحياة إطلاق مشروع مخصص لتوعية المعلمين حول أنشطة دعم الأشخاص الأكثر احتياجا وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة وذلك في هذه المحافظة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز ودمج مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية والتماسك الاجتماعي في جيبوتي ودعم إجراءات الدعوة التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والاندماج لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ورفع الوعي على مستوى الدولة بضرورة التنمية المستدامة التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في التمكين وتعزيز القدرات من خلال تدريب الجهات المعنية في مختلف المجالات ذات الصلة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأسر الأكثر احتياجا. إلى الساحة الدولية وإلى القارة الإفريقية وتحديدا إلى رواندا. رواندا تلغي رسوم التأشيرة لأكثر من 90 دولة لتعزيز التجارة الداخلية والخارجية. أعلنت رواندا عن خطط لإلغاء رسوم التأشيرة للمواطنين من أكثر من 90 دولة في الوقت الذي تبذل الجهود لتعزيز التجارة الداخلية والخارجية. عندما يتم تنفيذ هذه السياسة سيستفيد مواطنو الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي ودول الفرنكوفونية من هذه الخطة لإلغاء رسوم التأشيرة. وصرح رئيس رواندا بول كاغامي في اجتماع عقد في لندن بأن بلاده ترغب في مواصلة التحول والتداول مع بقية العالم ولا سيما مع بقية الدول الإفريقية. وقال سرعان ما نفكر في إعفاء مواطني الإفريقيين وكذلك الاتحاد الإفريقي والفرنكوفونية من دفع رسوم التأشيرة عند الدخول إلى رواندا.
إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.